السعادة والرضا فيما قضاه كتابك المسطور. أمان أمان يا لالي يا لو يا لو يا لالي. في التأسي واليسر بعد العسر. الهموم التي تعرض للقلوب كفارات للذنوب. وسمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروها. فقال: كأنك دعوت عليه بالموت، فإن صاحب الدنيا لابد أن يرى مكروها. كان عروة بن الزبير صبورا حين ابتلي، وحكي أنه خرج إلى الوليد بن يزيد فوطئ عظاما، فما بلغ دمشق حتى بلغ به الألم كل مذهب، فجمع له الوليد الأطباء فأجمعوا رأيهم على قطع رجله، فقالوا له: اشرب مرقدا. فقال: ما أحب أن أغفل عن ذكر الله تعالى. فأحمي له المنشار وقطعت رجله، فقال: ضعوها بين يدي، ولم يتوجع. ثم قال: لئن كنت ابتليت في عضو فقد عوفيت في أعضاء. قال مسلم بن الوليد: كنت يوما جالسا عند خياط بإزاء منزلي، فمر بي إنسان أعرفه، فقمت إليه وسلمت عليه وجئت به إلى منزلي لأضيفه، وليس معي درهم، بل كان عندي زوج أخفاف، فأرسلتها مع جاريتي لبعض معارفها، فباعها بتسعة دراهم، واشترت بها ما قلته لها من الخبز واللحم، فجلسنا نأكل، وإذا بالباب يطرق، فنظرت من شق الباب، وإذا إنسان يسأل: أهذا منزل فلان؟ ففتحت الباب، فقال: أنت مسلم بن الوليد؟ قلت: نعم. وشهد له الخياط على ذلك، فأخرج لي كتابا وقال: هذا من الأمير يزيد بن مزيد، فإذا فيه قد بعثنا لك بعشرة آلاف درهم لتكون في منزلك، وثلاثة آلاف درهم تتجمل بها لقدومك علينا. فأدخلته إلى داري وزدت في الطعام واشتريت فاكهة وجلسنا فأكلنا، ثم وهبت لضيفي شيئا يشتري به هدية لأهله، وتوجهنا إلى باب يزيد بالرقة، فوجدناه في الحمام، فلما خرج دخلت عليه فإذا هو جالس على كرسي وبيده مشط يسرح به لحيته، فسلمت عليه فرد أحسن رد وقال: ما الذي أقعدك عنا؟ قلت: قلة ذات اليد. وأنشدته قصيدة مدحته بها، فقال: أتدري لما أحضرتك؟ قلت: لا أدري. قال: كنت عند الرشيد منذ ليال أحادثه، فقال لي: يا يزيد، من القائل فيك هذه الأبيات: سل الخليفة سيفاً
من بني مضر يمضي فيخترق الأجسام والهام كالدهر لا ينثني عما يهم به وأوسع الناس إنعاما وإرغاما. فقلت والله لا أدري يا أمير المؤمنين. فقال سبحان الله أيقال فيك مثل هذا ولا تدري من قاله؟ فسألت فقيل لي هو مسلم بن الوليد فأرسلت إليك فانهض بنا إلى الرشيد. فسرنا فدخلنا عليه فقبلت الأرض وسلمت فرد علي السلام فأنشدته ما لي فيه من شعر فأمر لي 200,000 درهم وأمر لي يزيد 190,000 درهم وقال ما ينبغي لي أن أساوي أمير المؤمنين في العطاء، فانظر إلى هذا التيسير الجسيم بعد العسر العظيم. لما وجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق ليطلق أهل السجون ويقسم الأموال، ضيق على يزيد بن أبي مسلم. فلما ولي يزيد بن عبد الملك الخلافة ولي يزيد بن أبي مسلم إفريقيا، وكان محمد بن يزيد واليا عليها. فاستخفى محمد بن يزيد فطلبه يزيد بن أبي مسلم وشدد في طلبه، فأتى إليه في شهر رمضان عند المغرب، وكان في يد يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب. فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيد. قال: نعم. فقال: طالما سألت الله أن يمكنني منك. فقال: وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرني منك. فقال: والله ما أجارك ولا عادك، وإن سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقته. والله لا آكل حبة العنب هذه حتى أقتلك. ثم أمر به فكتف ووضع في النطع وقام السيف فأقيمت الصلاة، فوضع العنقود من يده وتقدم ليصلي. وكان أهل إفريقيا قد أجمعوا على قتله، فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله. وقيل لمحمد بن يزيد: اذهب حيث شئت. فسبحان من قتل الأمير وفك الأسير. أمر الحجاج بإحضار رجل من السجن، فلما حضر أمر بضرب عنقه. فقال: أيها الأمير، أخرني إلى غد. فقال: وأي فرج لك في تأخيري يوم واحد؟ ثم أمر برده إلى السجن. فسمعه الحجاج في السجن يقول: عسى فرج يأتي به الله، إن له كل يوم في خليقته أمر. فأمر الحجاج بإطلاقه. حدثنا القاضي أبو مروان الداراني بطرطوشة قال: نزلت قافلة بقرية خربة من أعمال دانية، فآووا
إلى دار هناك ليحتموا فيها من الرياح والأمطار، واستوقدوا نارهم، وكان في تلك الخرابة حائط مائل قد أشرف على الوقوع. فقال رجل منهم: يا هؤلاء، لا تقعدوا تحت هذا الحائط، ولا يدخلن أحد في هذه البقعة. فأبوا إلا أن يدخلوها، فاعتزلهم ذلك الرجل وبات خارجا عنهم، ولم يقرب ذلك المكان، فأصبحوا في عافية وركبوا على دوابهم. وبينما هم كذلك دخل رجل إلى الدار ليقضي حاجته، فخر عليه الحائط فمات. الأمن والخوف أيام مداولة بين الأنام وبعد الضيق تتسع.